طب كابتن خالد رايك مين نجم المباراه في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك؟ نجم المباراه، بص النهارده الفرقه كلها نجوم في الاهلي. لا اختار لي واحد. يعني مش يعني أليكس يانج طبعا كان 40 يعني نقطة. يعني طبعا هو طبعا المان اوف ذا ماتش لانه اعلى سكور اعلى ستاتس، لكن طبعا في برضه حاجات يعني اتعملت في لحظات كده زي الكره بتاعت مهيب مثلا، وزي مثلا الاليوب اللي ادال العمر الجندي ادال عمر طارق وادال سيف كمان وادال سيف، فلا يعني كل واحد كان نجم في لحظه. اوفر اول أليكس يانج هو معلش هدونا الكره دي تاني يا جماعه. بص يعني انس معلش يا جماعه خلينا على الكره دي معلش. انس قابل ابو النصر اللي انت كنت بتقول عليه اسلام، ولما قابله الحلقه اتكشفت لعمر طارق فضيت لعمر طارق يعني خدت بالك من ده خالد؟ جدا جدا. وهو فعلا يعني البنتريشن اللي اتعمل برضو خلي بالك يعني فرق كتير جدا. كنا الاول احنا بنحاول نشوط بنجلي فبيرجع علينا فاست بريك فالفرق عمال يوسع، فالاستراتيجيه بتاعت الفرقه اتغيرت شويه في الرابع، بقت الناس تخش تجلي يقوم عمر طارق مثلا عامل فولو حاطط دنك ورا اللعيبه، فالاستراتيجيه بتاعت اللعب اختلفت شويه. خلي بالك برضو انت اول الماتش قلت هنكسب 5 بونت. هنكسب 5 بونت؟ احنا كسبنا كام؟ 5 بونت؟ كسبنا 112 6 6 بونت 15 بونت. طب الحمد لله يعني انا توقعت انت نسيت صح؟ انا نسيت. بس على فكره يعني رقم يعني رقم 6 او فرق 6 ده رقم محبب للناس. نسيت التوقعات. ثانية واحدة بس عشان عايز اقول حاجة، رقم 6 او فرق 6 او الدقيقة الستة ده رقم محبب. رقم 6 ده رقم محبب لجمهور الاهلي. جدا. انت عشان كده اخترت رقم 6. جدا جدا. 6 ده انت نسيت محبب. نسيت برضه. انت لسه مفكرني برضه.